في هذا الزمان يأتيك بعض هؤلاء الجهلة يقولون ما هذا، بس أنتم تطبون الجنة، فقط أنتم الشيعة تدخلون الجنة وبعدين عامة المسلمين في النار. إيه نعم، عامة المسلمين في النار. يلا تكفير، مو تكبير، تكفير. إيه تكفير، أبو بكر في النار، تكفير عمر في النار، تكفير عائشة في النار، وهكذا تكفير المذاهب الأربعة في النار. واقع رسول الله صلى الله عليه وآله أنبأنا به، قال تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني قسم الأمة 72 فرقة، يعني الأكثرية الساحقة في النار. ماذا نفعل؟ فرقة واحدة في الجنة فقط، فرقة واحدة. لما شبه أهل بيته بسفينة نوح، أما سألت نفسك كم عدد الذين آمنوا مع نوح؟ البشرية كلها غرقت وهلكت، كلها إلا أقصى شيء، الروايات تراوحت بين قائل أنه ما آمن مع نوح إلا 80 شخصا، وقائل يقول 200 شخص، أسا قول 1000 شخص. يلا زين، بس هؤلاء الذين ركبوا السفينة ونجوا. فالأمة غارقة هالكة، غرقان الأمة ضايعة، إذا لم تعد إلى أهل بيت النبوة عليهم السلام وتركب السفينة.